ماشي كيستو في الاول وقولوا لي واش كنت مزيان ندوسو معايا واش كانت واش صدق نجاوب على بعض الاسئله ديالكم اولا. أكاديمية الجمعية الذكية اللي تم تنظيمها من طرف العصبة الدولية للصحفيين الشباب بشراكة مع منظمة أمريكية منظمتين أمريكيتين اللي هما أيريكس وميبي هي حاولت ما يمكن تجاوب على مجموعة ديال الاحتياجات ديال الجمعيات محلية جمعيات صغيرة واللي متواجدة في مناطق مهمشة والجمعيات في غالب الأحيان هي جمعيات لا تستفيد من تكوين هذا النوع هذا لذلك حنا حاولنا أن نصوبوا لها تكوين تكون على المقاس واللي تقدر تجاوب على مجموعة ديال الاحتياجات ديال هذه الجمعيات هذه. هادشي علاش اختارينا ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول هو التخطيط الاستراتيجي، المحور الثاني هو بناء التحالفات، والمحور الثالث هو البحث عن التمويلات. لان بان هذه الجمعيات وهي جمعيات بسيطه، حنا كنسيبليو كنخدموا مع الجمعيات البسيطه الصغيره اللي ما عندهاش امكانيات لا ماديه لا ماليه لا بشريه، فكنحاولوا ما يمكن انها نوريو لها بعدا كيفاش تخدم باش تكون عندها خطه استراتيجيه باش ما تخدمش بشكل عشوائي. هذه المساله الاولى وهذا هو الهدف الاساسي ديال المحور الاول اللي هو التخطيط الاستراتيجي. المحور الثاني بناء التحالفات. في اغلب الاحيان هذه الجمعيات هذه كتخدم بوحدها، الوغ كو ممكن تخدم مع جمعيات اخرى ديال المجتمع المدني، ممكن تخدم مع منظمات تابعه للدوله، كذلك ممكن تخدم مع 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 القطاع الخاص. فهادشي اللي غادي نحاولوا نوضحوه في الدوره الثانيه اللي هي خاصه بناء التحالفات. والدوره الثالثه والاخيره هو البحث عن التمويلات. هنا يمكن تذكر البحث عن التمويلات. هاد الجمعيات من خلال الخطه الاستراتيجيه فولات عندها استراتيجيه، فهاد الاستراتيجيه فيها مجموعه اهداف، هاد الاهداف كتطلب مجموعه انشطه ولهاد الانشطه كيخصها فلوس مال. لذلك حنا كنحاولوا ما نكون نساعدهم كيفاش انه يلقاو التمويلات الكفيله واللازمه لمساعدتهم باش انجاز الانشطه ديالهم من جهه ولتحقيق الاهداف ديالهم لا العامه ولا كذلك الاهداف الخاصه من جهه ثانيه. اذا الهدف الاساسي من خلال اكاديميه الجمعيات الذكيه المنظم من طرف العصبه الدوليه للصحفيين الشباب بشراكه مع المنظمه الاولى ايراكس والمنظمه الثانيه اللي هي ميبي، الهدف الاساسي هو تقويه قدرات جمعيات المجتمع المدني، الجمعيات الصغيره، الجمعيات المحليه والمتواجده في مناطق مهمشه، وكذلك جمعيات اللي ما سبقش ليها بشكل كبير استفدت من تكوين من هذا النوع هذا. واللي كيثبت هذا اكثر هو ان في الجمعيات الكبرى كتلقى اشخاص مسؤولين على المتابعه والتخييم. دي المنظمات المتوسطه او الكبرى كتلقى فيها اشخاص اللي مسؤولين على المتابعه والتخييم. هي اللي كتخلي القديمه عندها نص عينها مثلا الرؤيه ديال المنظمه، الرساله ديال المنظمه، القيم اللي كتشغلها المنظمه، الاهداف العامه ديال المنظمه، الاهداف العام للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش. أنا كنت من بين المشاركين في هذه الدورة التكوينية من تأسيس العصبة الدولية للصحفيين الشباب اللي اعتدنا على أنها تشاركنا في أنشطتها المسطرة السنوية. واليوم عشنا بصدد حنايا اليوم عشنا دورة تكوينية تنص على المبدا العلمي لتاسيس مثلا الجمعيات اللي اتخذتنا هنا كمثال، مبنيه على خطه استراتيجيه تعتمد على خطوات ضروريه، خطوات احصائيه رقميه متمثله في تحديد الهدف والوصول اليه بطرق منهجيه تجعل النتائج تكون بنسب مئويه كبيره الى ما اقول 100% ونسبه عدم التفوق تصل الى ربما حتى الشبه منعدمه او قل 0%. هذا كيحيلنا على الواقع الجمعوي ديالنا اللي كنعيشوه اللي مع الاسف كانت مؤخرا ظاهره ديال الجمعيات اللي تكاثرت بقوه في اطار مثلا المبادره الى غير ذلك. غالبيتها تعتمد على لا ادخل في الحيتيات الصغيره كالاسترزاق الى غير ذلك لانها لا تعتمد على المنهج العلمي وعلى خطه استراتيجيه اللي تقدر انها توفي بالغرض اللي من اجلها شيدت هذه الجمعيات. لذلك نشد على ايدي اخواننا في العصبه اللي سطروا لنا هذا الدوره التكوينيه اللي جعلتنا اننا نطمح الى تشييد مقاولات ولما لا وليس جمعيات. عضو
اولا انا كنشكر بزاف المنظمين ديال الدوره لانه فريمون كانت الدوره زعما كاين كتشمل على واحد الرقي في الـ في الـ في معلومات وواحد زعما واحد الرقي في معلومات وواحد الانسجام في التواصل زعما كاين ديال هذوك المعلومات اللي كنا خدينا. انا كنمثل الجمعيه الفردوس للتضامن والتكافل الاجتماعي متواجده بالمنطقه ديال حي الصدري المقر ديالها في دار الشباب ديال حي الصدري. كانت ندوه زعما كاين مبنيه على مجموعه من الخطوات من خطوط التخطيط الاستراتيجي. خدينا اول حاجه الارتسامات ديالنا على ما هو التخطيط الاستراتيجي، تعريف ديالو، الاهداف اللي ممكن اننا نتوصلوا لها من خلال التخطيط الاستراتيجي. خدمنا من بعد على الرؤيه العامه اللي ممكن الوصول لها من خلال التعرف على مجموعه من الاسئله، من انا الى اين ساصل وشنو هما مجموع الكفاءات والقدرات اللي ممكن انني نوصل لها لتحقيق هذاك الهدف المراد منه. ما غاديش نفصلوا فيها، ما عرفتش كاع الوقت، انا كيخصها وقت خاص، ولكن بغيتكم على الاقل تكون معايا على معرفه وعلى درايه، وعلى كل شيء كويس مهمه مثلا في الاستراتيجيه اللي من بعد ممكن انتم تعمقوا فيها. باش ما نبداو في تحقيق المؤشرات، حنا في الاول حطينا قياده الجمعيه، حطينا رؤيه، جات رساله، من بعد رساله جاو مجموعه اهداف عامه، الاهداف العامه تحقق اهداف خاصه، ومن بعد اهداف خاصه، كل هدف خاص حطينا مجموعات أنشطة، ومن بعد قلنا بأن كل نشاط يخصو مؤشرات النجاح ديالو، ولكن من بعد كنحطو مؤشر مثلا كيخص يديرو في التحقق. أول حاجة لبنى هاني من منظمة الكشف الوطني فرع براونسي. اليوم ولا ثلاث ايام هذه اللي دوزناها ديال 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 الدوره التكوينيه لكيفيه تخطيط الخطه الاستراتيجيه، استفدنا اكيد بزاف ديال الحوايج، منها كيفيه التخطيط، كيفيه وضع خطه، كيفيه وضع برامج، نعم، وكيفيه الوصول الى الهدف المنشود. فضل الدوره عرفنا بانه هناك واحد التخطيط استراتيجي، عرفنا انه خص يكون واحد البحث عن التمويلات، خص يكون واحد التحالفات، يعني اشياء اللي ما كناش كنعرفوها قبل. بفضل هذا التخطيط الاستراتيجي ممكن ان نوصلوا واحد الهدف اللي كنا كنطمحوا ان نوصلوا ليه، ولكن بفضل الدوره هذه ربما ان شاء الله نقدر نوصلوا للهدف اللي بغينا. وكيفاش نحاول نبنيو الفكره؟ كيفاش هذا مثلا كنا كنبغيو نبدا واحد المشروع، شنو الخطوات الاولى اللي خاصهم تكون متوفره عليه؟ الحمد لله اكتشفناها في هذه الفتره التكوينيه اللي تبارك الله دازت في المستوى. الناس اللي خاصهم دفعه صحيحه تشتغل كاينين ودفعناهم مزيان، وناس اللي خاصهم دفعه الاولى والثانيه والثالثه باش وبالاخص خاصهم دفعه من روسهم باش انهم يتعلموا مزيان. كنتمنوا ان ما تعلمتوه هنايا حول التخطيط الاستراتيجي اللي لاحظتوا ان عملتكم داك الشيء بشكل مقسم ومفصل وسهل سهل باش تعبروا عليه، كنتمنى انكم تنجحوا في الجمعيه ديالكم، لان غادي يكون متكون فريم، ولا كان متكون فريم وبغيت غير نعيط على شي حد من الناس اللي حضروا في التكوين هذا غنقول لهم جيبوا لي التخطيط الاستراتيجي ديال الجمعيه.